اسمى لايف صوت الجهاد. نحكيه اليوم على مهرجان عريق، مهرجان في كل عام يجيب جديد، مهرجان عنده ضيوفه من تونس ومن خارج تونس. الدورة السنة دورة استثنائية، تنقول لكم بعد علاش. نحكيه على الدورة 32 لمهرجان نيابوليس لمسرح الطفل في دورته 32. دونك البرمجة كاملة والتفاصيل مع ضيف اليوم، وهو مدير المهرجان وليد عبد السلام. صباح الخير وليد، مرحبا. صباح الخير وصباح الخير كل المشاهدي قناة نسمة. صباح الخير، مرحبا بك. تعبوا شوية، ظهري التحضيرات ولا تعرف في ذمة خرانية، وعنا مدة نحضر ومسؤولية كبيرة. رأوا مهرجان كل عام تكبر المسؤولية، وإن شاء الله نكونوا قدها إن شاء الله. أكيد أكيد ثقتنا كبيرة في كل فريق المهرجان. احنا باش نحكيوا أكثر على التفاصيل، لكن قبل هذا نشاهدوا تقرير. تفضل. أيام قليلة وتنطلق فعاليات مهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل بنابل، واللي باش يمتد من 17 إلى 24 ديسمبر من السنة الحالية، ويضم المهرجان في دورته 32 19 عرض مسرحي تونسي ومشاركات دولية مميزة كما ألبانيا، بلجيكيا، الأردن، إيطاليا، فلسطين ومصر، بالإضافة إلى ورشات تكوينية من تونس والخارج. وككل الدورات السابقة، باش يكون مهرجان نيابوليس العام هذا منفتح على الفضاء الخارجي من خلال مسرح الشارع وتنشيط الأحياء الشعبية والمناطق الريفية. مدينة تتنفس مسرح، الدورة هذه بمشاركة 9 دول أجنبية وتونس الدولة العاشرة، 15 عرض مدعوم من وزارة الثقافة التونسية، 120 عرض خلال أسبوع، أكثر من 5 عروض الشارع والأحياء يوميا، يعني المدينة الكل تتنفس مسرح. جديد الدورة 32 يتمثل في الشراكة مع وزارة العدل، تحديدا الإدارة العامة للسجون والإصلاح، وباش يتم استقدام أطفال من مراكز الإصلاح يوميا لمشاهدة العروض المسرحية، وسيشارك إطارات من إدارة السجون والإصلاح في الورشات هذه اللي يشرف عليها خبراء أجانب. الفكرة الأولانية جت من التجربة الأردنية البشاقة، يعني أطفال جنيحين من الأردن باش يقوموا بعرض معناها في تونس، تكون علاش لي هذه اليوم باش نزوم ان شاء الله بقدره التربيه في البرمجه، هذه المركز لاصلاح الاطفال الجنحين بالمروج، باش نخليه الاطفال نتاعنا يشوفوا هالتجربه هذه عن قرب. مهرجان نيابوليس العيد المنتظر، انه تجدد فيه الابتسامه على وجوه الاطفال، وتجدد معاه روح طفوله ما زالت تغني، ولنا في الخيال حياه لم نعيشها بعد. ولا هذا هو العرس اللي باش تعيش على وقعه نابل صحيح، اما باش تمشيو لاكثر من نابل، ومره هذه باش تمشيو للسجون والاصلاح. تو نحكيو على هذه التجربه جديده، مش جديده، عامنا ولا انطلقتوا فيها، لكن اثنين ثم شراكه متميزه مع وزاره العدل واداره السجون والاصلاح. الجديد في الدوره السنه شنو هو الاختلاف على الدوره السابقه؟ السنه الدوره انفتحت اكثر على الوسط الاجتماعي، يعني كان هناك جانب اجتماعي للمهرجان اكثر، تزاد على الاحياء الشعبيه لمدينه نابل، ساحاتها واحياها كيف المناطق الريفيه القريبة لنابل. المهرجان اللي معاش يقتصر كان على القاعات، لأن احنا بعد 32 عام ولنا عندنا جمهور عادات وتقاليد يعني لنابل، وجمهور حتى من برا يجي في إطار السياحة الثقافية لنابل، وين قلنا علاش لا ما نعيشوش نابل المهرجان، يعني المدينة المهرجان. مسرح الشارع. فوالا مسرح الشارع، موسيقى خرافة، سنا برمجها مثلا باراد نيابوليس اللي نهار الجمعة، نهار اللي يجيو السياح، ممكن تعرف تو سيزون في ديسمبر باش عاد يجيو. إذا نحبوا نعطيو صورة أخرى لتونس، سيراو السياح يقولوا لار في كل مكان، يعني الفنون. عملنا بالكون نيابوليس، هي فكره اخذناها على صديقنا سامي البحري من سفاقس، اللي هو بالكون في المدينه العتيقه، حولناه الى ركح، يعني في عروض موسيقيه، في فولكلور، حكواتي الى غير ذلك. مش نحيشوا مدينه نابل وساحاتها، بريسك على يقع 5 عروض يوميا، مسرح شارع ذي في كل مكان، بخلاف معنا طلبه معهد عالي للمسرح والموسيقى بالكيف، وطلبه معهد عالي للموسيقى. الاحياء الشعبيه في المناطق الريفيه زاده. اي عندنا عروض في إطار الشراكة مع المندوبية الجوية للتربية بنابل، عنا عروض في مدارس ذات الأولوية التربوية اللي هما المناطق الريفية، اللي يكون صعيب باش يجيوهم النابل، وما احنا نتنقلوا لهم نقدموا لهم عروض. ولا حاولتوا تقعدوا ديما أوفياء لتاريخ العطلة المدرسية، لأنه هذا مهرجان موجه للطفل، دونك باش يلقاو هما الفرصة والوقت باش يحضروا المختلف العروض. في 8 أيام كم هائل من العروض، تقريبا 6 عروض يوميا.
بالطبيعة لأن عنا ثلاثة قاعات اللي هو مركب ثقافة نيابوليس نابل، عنا كيف كيف دار ثقافة نابل، وعنا قاعة نابل سنتر بمعدل زوز عروض يوميا. عنا عرض العشرة، عرض الأحداش، عرض الأحداش ونص، والعشية كيف كيف عنا عرض مضي ثلاثة الأربعة والأربعة ونص. وفي نفس الوقت العروض اليوم هم بارالل البرة مش يكونوا في وسط البلاد. العروض هذوما احنا كجا عنا أكثر قاعات في نابل كنا استغليناهم، إن شاء الله تتوفر البلايص، فما جمهور فما أقبال على العروض. تم اقبال كبير على اي بيان سور. المهرجان دورته 32 ولا معروف ولا يستقطب حتى من خارج تونس، مشاركه مهمه من خارج تونس، فلسطين، مصر، بلجيكا وغيرها. عندنا 15 عرض مدعوم من وزاره الشؤون الثقافيه، خمسه عروض شريتهم قلت لي من المهرجان وعروض اخرين من برا. نحكيوا على العروض اللي جايينكم من برا، كيفاش تصير السيليكسيون وليد الاختيار، كيفاش يتم التنصيب؟ بالطبيعه خاصه انه مسؤوليه كبيره، راهو الماده المقترحه للطفل اليوم، خاصه اليوم الطفل في 2017 ولا مع تطور التكنولوجيا ولات عنده تابلت الى غير ذلك، تقول شنو هو السؤال، مش نقدم له انا كبديل كعمل فرجوي مسرحي بشد انتباهه، يعني المسؤوليه تكبر. ومعنا فريق، انا خريج معهد عالي في المسرحي في تونس، معنا مروان صلحاوي، معايا مجموعه كبيره من الشباب، ومعنا كيف كيف قيدومين مهرجان، يعني عندنا كوميتي دي سيليكسيون اللي هي يا اما نتنقلوا احنا المهرجانات نتفرجوا في عرض مباشره، او كيف كيف اصحابنا كما مركز الوطني في العرايس دنيير مومش كازاخستان لأن هما تفرشوا في عروض ونصحونا بهم، وعنا زاد عن طريق لي سي دي والموقع نتاع المهرجان اللي يبعثونا ونتفرجوا ونشوفوا اسكو اذا كان الحاجه دي تحترم زاد العادات والتقاليد والموروث الاسلامي للبلاد التونسيه، بما ان كيف كيف فما حاجه تتعدى فما حاجه ما تتعداش. الميساج مش تعديل الطفل الصغير، يعني شنو بالضبط، يعني مسؤولية كبيرة. وبالتالي احنا سنة تلقينا أكثر من 40 طلب مشاركة من أكثر من 35 دولة، لكن مع الإمكانيات الموجودة مع الظروف اقتصرنا على 9 دول، خاصة أنه كما تعرف السلاعة سنة جت مرتين في العام، يعني عملنا الدورة اللي فاتت في شانفي وعودنا بعد 9 شهور دورة أخرى، يعني عملنا دورتين في 2017 هذه على خاطر تبدلت السلع وعودت رجعت مرة أخرى لصومبا. تم فن العرائس وهذا اللي حبوه برشا الصغار، وانتم حاولتوا تخليوه عادة ترسخوها، وهذا باش نلقاو زاد السنة في الدورة 32 لمهرجان نيابوليس. بالطبيعة احنا مهرجان نيابوليس هو مختص في مسرح النشأة عامة، فيه فن العرائس، فيه خيال الظل، فيه الممثلين على الركح، فيه التقنيات اللي كنا نحاولوا احنا كل عام نكتشفوا تقنية جديدة في المسرح. السنة كانت عندنا محاولة حبينا نجيبوا فرقة غير تعذر ان العرائس بتاعها مصنوعين من الثلج مثلا، اذا كل مرة نحاولوا التقنيات الموجوده في اوروبا وفي اوروبا الشرقيه وفي اي مكان في العالم نجيبوها باش نستفدوا منها الخبراء والطلبه عندنا هنا في تونس. وكيف كيف صنع عندنا عروض من عرائس مركز الوطني في العرائس مشارك معنا ديجا بمسرحيه قال الثعلب، عندنا مسرحيه الجدار المحسن ندب اللي فيها عرائس، عندنا مسرحيه الراعي شجاع، برشا عروض اللي فيهم العرائس وزاد تقنيات اخرى. انتم كنتم منفتحين على الفضاء الخارجي، السنة عملوا بدات التجربه، السنة تعميمها على اكثر من مركز اصلاح باش يجيو يتفرجوا باش تمشيو لهم، تحكي لي شويه على الشراكه الجديده. التجربه هذه انطلقت زاد عمناول مع مركز الاصلاح بسيدي الهني وجاو بعدنا زخيرات، وكانت النوع من التقبل نتاعهم كبير، يعني حبوها التجربه هذه، وقلنا علاش لا ما نعموهاش وما نطوروهاش. مشينا الاداره العامه للسجون الاصلاح في تونس العاصمه وقينا بيبان محلوله ومنفتحين، يعني فرحوا بالمقترح وثمنوه وطوروه معنا. اذا السنه مش يجيو الاطفال من مركز شؤون الإصلاح من كافة أنحاء الجمهورية باش يكونوا حاضرين بمعدل كل يوم بين حافلة أو اثنين حسب مركز الإصلاح والظروف المتوفرة. كيف كيف سنام يمشي مسرحية اسمها كوكب الألوان الأردن نهار الاثنين 18 ديسمبر، مش تكون حاضر في مركز الإصلاح بالمروش، يعني مشكورة إدارة شؤون الإصلاح اللي فتحت الباب لهالعرض هذا باش يتفرجوا فيه أموا بين 120 و 150 صغير. في نفس الوقت هو عرض هذا نموذجي لأنه هو مشروع مولته وزارة الشؤون الاجتماعية بالأردن، وشاركوا فيه أطفال جانحين اللي هما ديجا مازالوا يعديوا في فترة العقوبة نتاعهم في الأردن، دولتهم مكنتهم باش يجيو لتونس باش يوريوا اللي فما إمكانية الإصلاح عن طريق الفن، يعني أنه من طفل جانح إلى طفل فنان، يعني في كل طفل في داخله فما طاقة إيجابية. كوكب الألوان باش يمثلوا فيهم أطفال جانحين أردنيين. وفي كيف كيف أطفال فاقدين نسب، يعني هو راهو هذا عرض ما يسمى المسرح الإدماج وعرائسي، كيفاش أنه الطفل كان جانح او فاقد نسب
تعود أهله بالمسرح وترده مواطن يعني سوي مواطن بوزيتيف في المجتمع متاعه. هو أنا المرة اللي فاتت شكرت إدارة السجون والأصلاح تم التجربة متطورة تقريبا عندها عامين وهي قاعدة تخدم في خدمة جبارة. نحكيه على السجن ما نحكيه أكثر منه على الأصلاح، وبالحق إدارة السجون والأصلاح تحية كبيرة لها قاعدة تخدم في الإطار هذا. هزت صغيرات المصايف نذكروا في بنزارت قاعدة تخرج فيهم في الجي تي سي وشي تم عرض لوجيعة كانوا فيه مساجين هما زيادة كانوا على المسرح مسرح البلدي وكانوا حاضرين الجمهور وتفاعل مع العرض متاعهم. حاجة بها وحاجة بها كذلك انتم تنشطوا وتشاركوا في مثل هذه البرامج. خلينا نحكيه على الطفل، نخرج شوية من المسرح نحكيه على الطفل بالتحديد. مثل هذه المهرجانات توفي حق الطفل باش نشاركوه في الحياة الثقافية ولا ترى هذا ناقص، خاصة إنه المهرجان هذا قاعد يقتصر على جهة نابل؟ نعرف أنتم تحاولوا تبعدوا شوية ما مش نجموا تبعدوا برشا في أعماق تونس في الجنوب وغيرها من المناطق. والله سنارة بصفة خاصة مع إمكانية المتواضعة للجمعية، خاطر احنا جمعية ديما نقعدوا، لكن سنارة مشكورة مندوبية الجوية للشؤون الثقافية بالكيف سي سامي النصري، صنعنا زوز عروض مثلا من سلوفينيا وبلغاريا باش يكونوا حاضرين في الكيف. عندنا ثلاث عروض في أكودا، عندنا ست عروض في مركز وطني في العرايس في تونس، عندنا عرض في القلعة الصغرى، عندنا مز بوزلفة قربة بمعدل 25 عرض في إطار إشعاع المهرجان خارج مدينة نابل. يعني نحاولوا أنه نمتعوا الأطفال الجمهورية التونسية بالعروض المتوفرة لدينا، ما تقتصرش كان على نابل ولا ضيوف نابل، بل تمشي هي زادة للصغار. إذا كانت تطور إمكانيات نحن قادرين راهو باش نخصصوا عروض لبقية الأماكن. ما طب مشكل فلوس مشكل إمكانيات، هذا بيصير ديما الإمكانيات ترونسبور لوجيستيك راهو يشكل عائق نوعا ما. وحاجة أخرى الصغير في تونس أنا نحسه فما نوع من الإجحاف نحو يعني يقتصر نشاطه كان في الصلاعات يعني مناسبتي نوعا ما، وبقية العام فما نوع من الفراغ اللي مع رغم المجهودات الكبيرة لوزارة الشؤون الثقافية ووزارة التربية كيف التنشيط، لكن باقي نحسوا اللي ما فماش مادة كبيرة تقدم ليه، وخاصة في الويكاند يعني في آخر أسبوع على الأقل يلقى متنفس ثقافي باش يعبر فيه يجرب فيه طاقاته. إن شاء الله بروشينمون تكون فما برمجة اللي هو رغم اللي نشكر وزارة الثقافة خاصة نحن في مارجانيا بوليس بعد 32 عام بصفة خاصة نشكر إطارات وعوين وزارة الثقافة الكل إنهم كانوا إفكاس مع المهرجان، تناولوا دوسي حتى الدعم تاع المهرجان فيسا صابينا دوسي 29 ماي 15 ماي عملوا اللجنة كلمونا لدوسي 8 ماي صابونا الدعم تاعنا. يعني نشكرهم من خلال قناة نسمة. يعطيهم الصحة، أي مجهود يذكر فيشكر. خلينا نحكيوا على ضيوف المهرجان السنة، ضيوف مهمين أبو الليف خالد محمود من بين الضيوف الدورة هذه اللي باش تحاول تركز على أبرز ملامح تجربتها في مسرح الطفل. بالنسبة للستار ذو ما عملناه كان بحانا أحمد بدير يعني في الدورة اللي فاتت، بما أنه مشارك في المسرحية هذه المركز القارة العرائس بصوته كبرسوناج يعني شخصية سنوحي. أثناء أبو ليف وخالد محمود ممثلين على الركح، يعني راهم مباشرة على الركح جايين في العرض هذه مشاركين به كممثلين مش كصوت. هما حاضرين يعني قلنا علاش لا، زاد أطفال نيابوليس ولا أطفال تونس عامة أنه يراو دي ستار، زادا عم الحقهم أنه يكون بحداهم دي ستار معروفين يراهم في التلفزة كما يشوفوا مهرجان كارتاج وغيرها عندهم دي ستار للكبار كيف ينجم يكونوا معاه، وهي فرصة باش يلتقيوا بهم، فرصة أن ناخذوا من خبرتهم في هذا المجال. والعرض هذا هو من إنتاج نقابة مهن فنون درامية بمصر، يعني عرض هيكل عرض متميز اسمه نور العيون والساحر الشهبور. إن شاء الله مش يكون عنده عرض في المركب الثقافي وعرض في دار الثقافة وعرض في أكودة وفي القلعة الصغرى ومركز وطني في العرايس. يعطيهم الصحة، أربع عروض مش فقط عروض. به دونك خلينا نحكيو على مختلف المواعيد، هي الافتتاح إن شاء الله يكون نهار 17 ديسمبر يتواصل حتى ال 24 ديسمبر. في اليوم الأول شنو المسرحيات اللي باش تكون هذا العروض اللي باش تكون هذا إن شاء الله؟ في اليوم الأول ولا باش تقتصر على يوم تنشيطي كما العادة ثم تنشيطي ومن بعديك تبدأ مختلف العروض؟ احنا بالنسبة لنا مهرجان ينطلق برمجة الصباح عندنا في دار الثقافة عرض من ألبانيا، العشية عندنا رحلة أمير في دار الثقافة في نفس الوقت مع وقت الافتتاح يعني مع ماضي ثلاثة. المركب الثقافي عندنا بريمير لمسرحية حنا بعل، هي مقاربة جديدة للتاريخ بلادنا عن طريق الفنان طار عيسى بالعربي شريكة مرايا لصديقنا كرام عزوز، واللي هي بريمير باش تعمل أول عرض لها خصيصا في مهرجان نيابوليس. عرض هذا يمشي يكون الصباح ل 11 الصباح باش نمكنوا الصغيرات الماكسيموم يتفرجوا فيه.
الشعبي، وعنا يعود العشية هو نفس العرض الأربعة في إطار الاحتفالية، خاطر فما لزام فيتيك سيترا وموا ما يقولوش الصغار علاش احنا ما قيناش بغا فيه وموا يكونوا كل ما بعضهم أنا متفرج فيه مرتين. إذا الاحتفال مش ينطلق بحنا بعض، وكيف كيف عنا كرنفال ينطلق من وسط مدينة نابلس يجوب قرابة 3 كيلومتر، يمشي على امتداد كبير مش يجوب مدينة نابلس، يخلق نوع من الاحتفالية انطلاق المهرجان نابوليس اللي يوصل للمركب، وإن شاء الله باش يكونوا بعض الوزراء حاضرين معنا في الافتتاح باش على الأقل يشوفوا هالمجهود نتاع الجمعية. كما شكون من الوزراء وعدوكم باش يكونوا حاضرين في الافتتاح؟ إن شاء الله وزير الثقافة، والله احنا استدعيناه وزير الثقافه لحد الان مازال ما اكدش، لكن عن طريقكم من هنا ندعوه باش يكون بحذانا حاضر، خاطر مجهود كبير واحنا نخدموا رانا تحت وزاره الثقافه بالاساس. هو الحق سي محمد العابدين معروف عليه انه يحب يكون حاضر في مختلف التظاهرات الصغيره قبل الكبيره. فوالا احنا مرحبا به وماذا بينا يكون هو حاضر بحذانا، وكيف كيف عنا وزيره السياحه برموز اكدت حضورها، عنا امكانيه السيد وزير العدل بما ان الشراكه اللي عنا موجوده مع وزاره العدل استدعيناه، وكيف كيف استدعينا سيدة وزيرة المرأة وسيد وزير التربية، يظل سيد مدير ديوان شكون حاضر. احنا مرحبا بكل ضيوف مهرجان من اطفال وصحفيين وسلطات محلية وكل بعضهم. اكيد شكرا لك وليد عبد السلام. نذكركم الصغيرات عندكم موعد من 17 ل 24 ديسمبر في العطلة المدرسية، شدوا وليديكم بس باش تكونوا حاضرين وتمشي تتفرجوا وتشاركوا هذا المهرجان نابوليس. ليكم انتوما ان شاء الله بالتوفيق ليك وكل فريق العمل وليد. الله يخليك يعيشك. ميرسي بوكو. بعد الاخبار إنس فرادي باش نبداو. صباح الخير لما معكم اليوم، تفضلوا.